You idiot! 3 طلاب كادوا أن يموتوا بسبب سيارة مسرعة. 3 طلاب كادوا أن يلقوا حتفهم بسبب سيارة مسرعة أثناء انتظارهم لحافلة المدرسة يوم الجمعة الماضي. وحسب شهود فإن السائق فقد السيارة مسرعا بين الزحام وكاد أن يدعس الطلاب 3. هاكم تصويرا من زاوية أخرى سجلته كاميرا حافلة المدرسة. وينص قانون واشنطن على إلزام السيارات على التوقف بكلا الاتجاهين، والحالة الوحيدة والسائقون غير ملزمون بالتوقف فقط إذا كانوا على الجانب الآخر من الطريق. وقد تم الإعلان عن جائزة قدرها $1,000 لمن يعطي معلومات عن سيارة الدفع الرباعي من نوع جيمي GMC. فما رأيكم يا سادة